أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، الحوار الثاني في من القاهرة. أهلا وسهلا. الحوار ده بنتكلم فيه مع حضراتكم عن الاستراتيجية القومية للسكان. احنا في مصر عندنا استراتيجية قومية للسكان؟ عندنا استراتيجية من 2015 حتى عام 2030. محاور هذه الاستراتيجية خمسة محاور أساسية. المحور الأول هو تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. المحور الثاني صحة الشباب والمراهقين. المحور الثالث محور التعليم. المحور الرابع محور الإعلام والتواصل الاجتماعي. والخامس هو تمكين المرأة. طيب، أهمية هذه الاستراتيجية هنتعرف عليها من خلال هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني. دكتور منورني، أهلا وسهلا. مساء الخير وكل سنة والمشاهدين الطيبين. أهلا وسهلا يا فندم. المشكلة السكانية في مصر مشكلة الحقيقة متوارثة، مشكلة أكثر فيها الحديث في كل المراحل في كل الحكومات المصرية، ولكن الوضع الحالي للسكان في مصر، خلينا الأول نرجع للتاريخ. يعني يمكن نقول الحكومة المصرية بتواجه المشكلة السكانية من الستينات، يعني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في سنة 1965 كان عندنا المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وبعد كده في عهد الرئيس محمد أنور السادات سنة 1972 اتغير الاسم بين المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة بقى اسمه المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، لأن الرؤية اتفهمت إن هي مش بس قصة تنظيم أسرة، لا ده أنا بتكلم هنا على خصائص سكانية. في عهد الرئيس حسني مبارك سنة 1985 تم إنشاء المجلس القومي للسكان. فيمكن ابتدت القضية من سنة 1965 كان اسمه المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، سنة 1972 بقى اسمه المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وسنة 1985 بقى المجلس القومي للسكان. فإحنا نقول إن هي قضية طويلة، إحنا بقى لنا كده بنتكلم في أكتر من 55 سنة بنحارب مشكلة الزيادة السكانية. ولما نقيم التجربة المصرية نقول إن إحنا في مراحل كتير كان في أوقات كان نجاح جدا، يعني كان في فترة الثمانينات والتسعينات كانت التجربة المصرية من أنجح التجارب اللي هي الموجودة. صحيح. نقول 55 سنة هي فترة طويلة، بس دايما بنأكد إن إحنا نقول إن إحنا في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة. قد يكون موروث جوه الدماغ المصرية إن أنت تخلف ولد اثنين وثلاثة واربعة او لازم الولد، وان انت لو جبت بنت بالظبط بعد ما اجيب البنت والتانية والتالتة انت لسه بتدور على الولد. فهي محتاجة نشتغل اكتر، بس يمكن نقول في دول سبقتنا، يعني نقول ان احنا في الفترة دي في الستينات دول كتير ابتدت معنا، بس الدول دي قدرت ان هي تقفل ملف الزيادة السكانية، وده اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله في مصر دلوقتي، لان دلوقتي الظروف يمكن بقت ضغط اكتر. ويمكن نقول للمواطن المصري عشان يحس بثمار الاصلاح الاقتصادي لازم نتحكم في معدل النمو السكاني. دايما نقول لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. مصر الحمد لله في اخر كام سنه بتحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس عشان المواطن اللي في الشارع يحس ده لازم ننزل بمعدل النمو السكاني. نقول الارقام في مصر، لا تخد، انت في السنه بتولد اكتر من 2 مليون و300 الف. نقول ان احنا في دول جنبينا في الخليج قد تكون دوله عايمه على بحر من الغاز ده أكبر من عدد سكانها، يعني أنا كل سنة بولد دولة جديدة، فبالتالي ده بيضغط عليا وعلى مواردي. ويمكن حاجة كان السيد الرئيس كان بيتكلم عليها كان على موضوع حاجة زي المية، وإن إزاي إن الزيادة السكانية أثرت على نصيب مصر من المية. يعني نقول إن إحنا سنة 1959، إشمعنى 1959؟ كان ساعتها في اتفاقية ما بين مصر والسودان لتقسيم حصص الدول من المية، كان ساعتها نصيب مصر من مية النيل 55.5 مليار متر مكعب. انت نسبتك دي ثابته من سنه 59، انا بس سنه 59 كان عدد سكاني حوالي 25 مليون، انا دلوقتي عدد سكاني كسرت ال 100 مليون، انا في 11 فبراير 2020 كسرت ال 100 مليون، يعني انا حصتي من ميه النيل ثابته بدالي 41 سنه، بس انا في ال 41 سنه دول زدت اكتر من 75 مليون. تتكلم على محور واحد طبعا اللي هو الميه، مش المية. الصحه والتعليم يعني والامن و يمكن الميه عشان كان الموضوع بقى ضاغط دلوقتي حتى لما هنتكلم عليه. ان احنا نقول سنه 59 كان نصيب الفرد من الميه كان ساعتها اكتر من 2000 متر مكعب سنويا، وده كان حلو جدا لان هو عشان تعريف الفقر المائي اقل من 1000، فانا كنت معدي ال 2000 مريحه. طب انا دلوقتي في 2020 انا دلوقتي نصيب الفرد المصري من الميه اقل من 600 متر مكعب. احنا بنقول تعريف الفقر المائي اقل من 1000، يعني انا مصر دلوقتي تحت في مرحله الفقر المائي. طب الزياده السكانيه هتعمل فيها ايه؟ في 2050 انا عدد سكاني هيبقى 150 مليون، انا ساعتها نصيب الفرد هيقل، هيبقى اقل من 400. ده في تعريف تاني بقى كمان، الندره المائيه اقل من 500. الندره، فانا في 2050 هخش في الندره، هخش في الندره، في 2100 انا عدد سكاني هيعدي ال 200 مليون،
فانا هكون نصيب الفرد اقل من 300. فشوف ان انت سنه 1959 انا كان نصيب الفرد كان معدي ال 2000 متر مكعب. دلوقتي وانا في 2020 بسبب مشكله الزياده السكانيه نصيب الفرد قل من اكتر، بعد ما كان اكتر من 2000 دلوقتي احنا اقل من 600. يعني نصيب الفرد في حاجه زي المايه لوحدها قل اكتر من 1500 متر مكعب، ودلوقتي انا في الفقر المائي. في 2050 وفي 2100 انا في الندره المائيه، لان انا في 2050 نصيب الفرد هيبقى اقل من 400، واحنا قلنا تعريف الندره اقل من 500. وفي 2100 انا لما اعدي السكان 200 مليون انا كده نصيب الفرد هيكون اقل من 300. فالارقام نقول ان هي تخوف، فعشان كده دايما بنقول ان احنا لازم ايه، لازم نتكلم مع الناس دايما، ولازم نوعيهم عشان نوضح لهم خطوره القضيه. شفت احنا كل الكلام ده بنتكلم في محور واحد بس اللي هو محور الميه، ان انا وريتك ان ازاي الزياده السكانيه اثرت على مورد واحد، ويمكن المورد ده انت مش هتقدر انك تتحكم فيه. اه طبعا الحكومه المصريه من بدري منتبهه، ويمكن من 2017 الحكومه المصريه حطت استراتيجيه طويله المدى للميه لمده 20 سنه، صحيح. من 2017 ل 2037 قايمه على 4 محاور عشان تعمل ايه؟ عشان ان انت ازاي تقلل الهدر في استخدام الميه. يمكن كان السيد الرئيس كان مره فاتت كان بيتكلم عن ازاي تبطين الترع عشان ان انت تقلل هدر الميه، ان انت ازاي تعيد استخدام تاني الصرف الزراعي والصناعي. وطبعا مصر ابتدت يبقى تاخد خطوات ايجابيه كتير جدا في موضوع تحليه الميه. خطوات كتير الحكومه المصريه بتعملها عشان تعمل ايه؟ عشان تقلل الهدر في مواردك المائيه، وفي نفس الوقت تحاول ان انت تعوض النقص اللي موجود عندنا بسبب مشكله الزياده السكانيه. طيب دكتور، خليني، حضرتك كنت مقرر المجلس القومي للسكان، اكيد طفت المحافظات المختلفه وتفاعلت مع التجارب والثقافات والعادات والتقاليد اللي موجوده في كل قرى ونجوع مصر على الاطلاق. المشكله فين؟ هل المشكله في العادات والتقاليد؟ هل المشكله في ان الاساليب المتبعه من مؤسسات الدوله المختلفه غير قادره على الوصول بشكل حقيقي لاهدافها؟ هل المشكله في الحملات الاعلاميه التي لم تعد تتناسب مع افكار وعادات وتقاليد الناس؟ يعني تحديد المشكله فين؟ انا يمكن ابتديت الجمله معاك لما قلت لك ان احنا في حرب وعي، صحيح. حرب تغيير مفاهيم. انت في الحرب ما بتستخدمش سلاح واحد، عاوز تستخدم كل الاسلحه. يعني انا عاوز استخدم سلاح الدين، ونتاكد ان انت عندك خطاب ديني مستنير بيأكد على اهميه ان هي مش فكره العدد، لا، على فكره الكيف. وان ازاي ان قد يكون ان الاسره المخلفه طفل او طفلين بصحه جيده، متعلمين كويس، متربين كويس، ممكن يكونوا ابرق من 8 أو 9. فان انت يبقى عندك خطاب ديني مستنير مهم جدا. ان انت دور في الاعلام دايما ان احنا نفكر الناس. انا دايما بقول مشكله القضيه الزياده السكانيه في مصر ان هي قضيه موسميه. انت عارف بتفتكرها امتى؟ لما نوصل 100 مليون فتعمل احتفاليه ان احنا وصلنا 100 مليون فالناس تبدا ان هي صحيح تتكلم. صحيح، تفوق شويه. فتفوق فنقول ياه، فنبدا نقول لا، ده احنا دايما محتاجين نتكلم مع الناس عن خطوره الزياده السكانيه، فده يمكن ده دور برضو الاعلام، ونقول ان هي كمان ليها علاقه بالخصائص السكانيه، وهي دي مشكلتها في مصر. يعني انت عشان تحل القضيه اقوى سلاحين انت محتاج توفرهم ايه؟ محتاج موضوع تعليم البنات. وموضوع توافر الوسائل. والحتتين دول في مصر فيهم مشكله، ويمكن اقولها لك. نسبة الأمية بين بنات وستات مصر 31%، يعني أكتر من ثلث بنات وستات مصر ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. طب هي إيه الست اللي مش هتتعلم، إيه مشكلتها؟ ما اللي مش هتتعلم دي أو دخلت المدرسة وخرجت المدرسة هي دي اللي هتتجوز عند سن 11 و12 سنة. صحيح، هو صحيح سن الجواز عند 18 بس دي هتتجوز عند 11. طب دي هتعمل إيه؟ هي قاعدة في البيت كل سنة هتحمل وتخلف، تحمل وتخلف. وفي قصة دايما مكررة شفتها في القصر العيني كتير جدا، ألاقي واحدة جاية حامل في طفلها الخامس، أقول لها هو أنت عندك كام سنة؟ تقول لي يا دكتور معرفش، بص في البطاقة. لما بص في بطاقتها ألاقي عندها 20 سنة في الخامس، وده الطفل الخامس ليها، مع إن وشها يقول إن عندها حاجة و40 سنة. الولادة المتكررة المتعاقبة بتسحب من رصيد جسم الست، صحيح. إن جوزها ما بيديهاش التغذية الكفاية، ولا بيجيب لها الفيتامينات، ولا بيعمل حريص إن هي ياخد لها زيارة، كله بيأثر عليها، فده يأثر عليها. فأنت أول حاجة لازم تحلها موضوع البنات والستات، موضوع ان انت لازم تحارب الاميه. وخلينا نقول ان هي الخصائص السكانيه كلها بتاثر على بعض. يعني دايما انا اقول اهم عامل عندك الفقر. الفقر ده هيخليك ما تدخلش عيالك المدرسه، او لو دخلتهم هتخرجهم الانحدار في كل شيء، فيعمل لك اميه ويعمل لك تسرب من التعليم. طب وكمان ده مش هينتبه للحملات الاعلاميه مهما تقول، لو قعدت ل 24 ساعه تتكلم على توعيه هيبقى الكلام بالنسبه له صعب. يعني واحنا رسمنا حياه البنت اللي ما دخلتش المدرسه، طب حياه الولد اللي ما دخلش المدرسه ده هيعمل ايه؟ هيشتغل في الشارع، هيبقى عماله الاطفال،
الاب هيكتشف ان الطفل ده بقى يجيب له فلوس وما بيكلفوش فلوس، هيعمل ايه؟ هيخلف طفل تاني وتالت ورابع وخامس، لان الطفل هو ما بيدخلوش المدرسه وفي نفس الوقت بيشغله في الشارع فبيجيب له فلوس. فانت من هنا بقى لازم تغلص عقوبات التصرف التعليم. يعني انت العقوبات بتاعت التصرف التعليم دي محطوطه من زمان جدا والكلام ما بتحصلش. فانا لا لازم ان انا فيش يبقى في حاجه اسمها التصرف من التعليم. وقلنا ان البنت اللي مش هتخش المدرسه هي دي اللي هتتجوز في سن صغير، وهي دي اللي هتخلف طفل واثنين وثلاثه واربعه. فنقول الفقر هيجيب لك الاميه وتصرف التعليم اللي هي هتجيب لك عماله الاطفال وتجيب لك الزواج المبكر، والزواج المبكر هيجيب لك اللي هي الخلفه الكتير. فعشان اقدر احل اخر قطعه دومينو اللي هي الزياده السكانيه، لازم الاول تحارب الفقر، تحارب التصرف من التعليم، تحارب الأمية، تحارب عمالة الأطفال، تحارب الزواج المبكر. هقدر إن أنا أحلها. أنا يمكن في بعض المحافظات المصرية نسبة الأمية بين البنات والستات أكثر من 50%. يعني محافظة زي المنيا نسبة الأمية بين البنات والستات 51%. خلي بالك دي مش أمية كمبيوتر، دي أمية قراية وكتابة. دي كارثة. فطبعا وأنت في 2020 لا لازم تيجي نحاربها. طبعا حاجة برضو تانية لازم تبقى متوفرة على طول، دايما موضوع الوسائل. وسائل منع الحمل. ساعات في مصر في بعض الاحوال يحصل ان في اوقات يبقى في نقص في وسائل منع الحمل، فلازم دايما يبقى في طول الوقت ان احنا متاكدين ان في وسائل منع الحمل في كل الاماكن، سواء ان هي موجوده في الصيدليات الخاصه او موجوده في الوحدات اللي هي تابعه للدوله. فنقول ان انا وفر وسيله كويسه، ونكون ان نتاكد دايما ان الوحدات الصحيه مفتوحه وفيها دكتور او دكتوره متعلمه. خلي بالك ان هي في بعض الاماكن، انا لو في منطقه في الصعيد الوحده الصحيه فيها دكتور راجل، الست مش هتروح. هي مش هتروح تركب اللولب الا عند دكتور. كلام صحيح. فانا بالتالي انا لازم اراعي الناس وراعي خصائص السكان زي ما قلت. فانا دويا، فانا لو انا ما ينفعش يبقى عندي حاجه اسمها وحده صحيه مقفوله او عياده تنظيم اسره مقفوله، مش لازمه. ولازم عياده تنظيم الاسره لازم يبقى اللي موجود فيها اطباء على اعلى مستوى عشان يزقوا دايما الستات على استخدام وسائل طويله المدى. يمكن عندنا في مشكله في مصر في اخر كام سنه ظهرت ان بتحصل تحول، بدل ما كنا بنستخدم وسائل منع الحمل طويله المفعول ابتدينا ناخد وسائل منع الحمل قصيره المدى. يعني يعني كان زمان بيركبوا لوالب، دلوقتي بقى ياخدوا قراص. ليه؟ زمان كان مع التدريب الكويس كان في دكاتره بيركبوا لوالب، فدلوقتي في بعض الوحدات كتير جدا من الوحدات ممكن ما يبقاش فيها دكتوره، فيبقى الممرضه هتعمل ايه؟ او ما فيش حد واخد التدريب الكفايه، فيتزق الست ان هي تاخد قراص منع الحمل. الاسهل والامن، او الامن بالنسبه لك كدكتوره. بينما تعالى لما نفكر هنا في مصر، انا في بلد لا، ده انا مشروع قومي بتاعي انا استخدم اللوالب. صحيح. اللولب ده عمره من 7 سنين ل9 سنين. والست لما تحب تحمل لازم هتجيلي الاول، ساعتها ممكن اتناقش معاها واحاول اقنعها وعاوزه تخليه في ليه. بينما قراص منع الحمل هي لو نسيت القرص ممكن تحمل، او لو هي من دماغها قررت ان هي تحمل هتبطل القراص. فدايما نقول لازم يبقى في توجه ان احنا بقى نرسم سياسه، ان انا عاوز ارجع تاني لسياسه الوسائل طويله المفعول. او ان انا برضو ابدا ازق في موضوع ان انا اركب الكبسولات اللي تحت الجلد. الكبسولات دي عمرها 3 سنين 5 سنين. فاحد الحاجات اللي عملت لنا مشاكل في اخر كام سنه في مصر ان حصل تغير في السياسه المصريه من وسائل طويله المفعول لوسائل قصيره المفعول. بعد ما كنت زمان بركب لوالب بقيت ادي قراص منع الحمل. واضح. بس دي ليها سبب. ان انت عندي مشكله في عدد الاطباء، عندي مشكله في عدد الطبيبات. ان انت في بعض الاحوال انك لازم تدي تدريب كويس، عشان لو الدكتوره ركبت لولب وحصل منه مشكله، ما ممكن اهل القريه بعد كده ما حدش فيهم هيرضى ياخد ده. صحيح. فانا لازم تكون واخده تدريب جيد جدا، وزي ما قلت لك نراعي عادات المناطق بتاعتنا. لو انا عارف ان انا في الصعيد والست مش هترضى تطلع من بيتها وتروح الوحده الصحيه وتكشف اللي عند دكتوره، يبقى لازم الوحده يبقى فيها دكتوره. ده كلام رائع. لكن لو بكلم حضرتك على استراتيجيه قوميه ورؤيه حضرتك تشوفها تكون على المستوى السريع فيما يتعلق بالصحه، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالاعلام، فيما يتعلق بالمنابر الدينيه كما ذكرت، ايه المطلوب يعني خلال وقت قصير؟ يمكن احنا في مصر كنا حاطين استراتيجيه هائله جدا، هي استراتيجيه 2015 2030، وهي كانت اطلقت في 2014 تحت رعايه السيد رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت. بس يمكن عندنا هنا في مشكله في مصر كانت في ايه بقى؟ ان انت لما تيجي تشوف فترات النجاح دي كانت في 1986 ل 96، كان في عوامل نجاح مش موجوده دلوقتي. كان عندي ساعتها المجلس القومي للسكان كان عنده سلطه. يعني انا دايما اقول لك ايه، القضيه السكانيه دي اعتبرها لعبه جماعيه،
عندك فريق كورة في 11 لعيب صحيح، لازم ال 11 لعيب دولت يشتركوا معاك، ولازم يكون في مدير فني قوي. المدير انا دايما اقول ايه، اقول لك في مدير فني يقدر يعاقب او يلعب اللعيب او يقول له لا انت غلطت. احنا مشكلتنا في اخر كام سنه يمكن بعد ما حصل تغيرات في المجلس القومي للسكان، ان انا ما بقاش في المدير الفني القوي اللي يقدر يتابع ويراقب. فانت ال 11 لعيب، فاللعيب دول يعتبرهم بقى كل الوزارات، وزاره الصحه والمؤسسات الحكوميه المختلفه، يعني لو عديناهم هيطلعوا فعلا 11 وزاره. تمام. ما عنديش دلوقتي المدير الفني القوي اللي يقدر ان هو يشغلهم ويراقبهم. انت عملت ايه وما عملتش ايه؟ ودي باينه هقول لك في الارقام. الاستراتيجيه لما اتحطت كانت توقع، كانت حاطه اهداف في 2020 واهداف في 2030. الهدف بتاعي كان في 2020 ان عدد سكان مصر يبقى 94 مليون. احنا دلوقتي في 2020 عدد سكان مصر 100 مليون. يبقى انا عديت المستهدف بكام؟ بستة مليون. طب الاهداف في 2030 ان انا كنت ابقى 110 مليون لو انا مشيت على الاستراتيجيه. طب كل التوقعات دلوقتي بتقول ان احنا في 2030 هنبقى 119 مليون، يبقى انا هعدي المستهدف بكام؟ ب 9 مليون. فهنا بقى بقول لك ايه؟ مين اللي اقدر احاسبه؟ فهنا دايما بنقول ايه؟ لازم عشان تنجح الخطه لازم يبقى في مدير فني مسؤول عنها اقدر احاسبه. يعني انا دلوقتي اقدر اسالك سؤال، انا دلوقتي عديت المستهدف في 6 مليون، هحاسب مين؟ وفي 2030 هعدي المستهدف في 9 مليون، انا هحاسب مين؟ مفيش مدير فني. بس عشان احاسبك لازم ادي لك صلاحيات. طيب كنت كاتب مقال عن حوكمه ملف السكان، تقصد بيه ايه سريعا؟ هي النقطه دي. يعني ايه حوكمه؟ ان يبقى في شفافيه وفي مساءله. ان انا دلوقتي الاداره الرشيده، انا حطيت اهداف وحطيت خطه وعاوزين ان احنا نتابعها اتنفذت ولا لا، عشان لو ما اتنفذتش اقدر احاسبك. فانت تقول لي والله اصل انا الموارد الماليه اللي انت مديها لي مش مكفياني، او انا ما عنديش الامكانيات الكفايه فتديها لي. بينما لما هي بتبقى متسابه لوحدها، تخيل زي ما قلت لك فرقه جماعيه فيها 11 لعيب من غير مدير فني، ايه اللي هيحصل؟ مش عارف اجيب الجون. صح. انت الجون هنا انك تحقق اهدافك، انت حاطط اهداف 2020 و2030. فزي ما قلت لك ايه، انت طول الوقت بتتهزم كفريق قومي. اديني احسن ممثلين في الدنيا من غير مخرج عشان تطلع فيلم. ده كلام مظبوط. فانا محتاجين مدير فني او مخرج قوي. نورتني يا دكتور. شكرا. كلام رائع. اشكرك جدا الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، استاذ مساعد النساء والتوليد والعقمه بالقصر العيني. شكرا جزيلا. اشكرك يا دكتور. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا لحظه مع حضراتكم لختام فقرات من القاهره. بكره فريق عمل جديد وموضوعات جديده، اما انا فالتقي مع حضراتكم باذن الله في الاسبوع القادم. اصبحوا على خير.